المدام مشيت على مصالح؟ لا بيه موجوده. طب لو سمحت تنده لها. يا عندها حفله يا بيه، اتفضل. طب شكرا. يا هدى برافو، احسنتي، عجبتك، تجنني. يلا بقى يا حبيبتي روح. ما اقدرش، ده انا المسؤول عن الحفله. طب هنستنى للساعه كام؟ بكتير للساعه 5، ونتاخرت 5:30، وانطلت بقى تبقى 6، لكن لازم نمشي قبل 7. لكن انا جعان جعان يا هدى. استحمل لحد ما نروح. ها حفله طعمه قوي يا فندم. ايه اللي في جيبك ده يا استاذ؟ يا نجده الحقونا من فضلكم، حرامي في المدرسه. طلع اللي في جيوبك. اتفضلي، دي محفظتي
وده منديلي؟ الحياة معايا أغلى. وده حجاب الحصن الحصين. طلع اللي في جيوبك البرانية. عن إذنك، ما يصحش كده يا أبلة. ده جوزي الأستاذ فكري، ده راجل محترم ومش ممكن يكون مخبي حاجة في جيوبه. اتفضلي. معلش يا ست هدى، ربنا يتوب عليك. جعان جعان. تقوم تفضحني في المدرسة؟ امبارح نايم من غير عشاء، والنهارده فطران ب 12 حباية فول، عديتهم بالواحدة. أمال أنا متجوز ليه يا عالم؟ أيوة كده اعترف، طلع اللي في قلبك. يا هدى يا هدى، هو الراجل بيتجوز ليه؟ يا أستاذ الكلام ده كان زمان، أيام ما كانت الست جارية في البيت. النهارده أنا بشتغل زيك وبدفع زيك. طب اهتم بيا شوية، شوية صغنطاطة قد كده؟ أكتر من كده؟ ده أنا مموتة نفسي، بشتغل في المدرسة ودروس خصوصية في البيت. يا حبيبتي مش قصدي، مش قصدي، يعني لقمة حلوة من إيديكي، صينية مكرونة بالبشاميلي، نفسي ألغوص. يا حبيبي استنى الأجازة وبلغوص زي ما أنت عاوز. دلوقتي بقى أصبر بشوية الشوربة اللي على النار دول. أمر لله. طب اتفضلي بقى غيري هدومك عشان نخرج بعد ما نتعشى. نخرج؟ نخرج فين؟ النهارده الخميس، فسح نفرفش. عرس مش من هنا. احنا جايين ناخد الدرس يا ام. النهارده اجازه، تعالوا بكره. الله يا خبر، نسيت اقول لك. ايه؟ متاسفه يا حياتي، اصل دول بتوع سنه رابعه ولازم ياخدوا الدرس النهارده. خليهم لبكره. بكره عندي سنه خمسه يا حبيبي. اللي بعده عندي سنه سته يا روحي. طب اعتبريني في الروضه، انا خارج. والشوربه اللي على النار ده لهم حصه في تكبير المنزلي. انا خارج.